محمد العدوان، رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا فيك. كيف بتلاقي مشاركتك بهيك حفل ضخم ببرج العرب؟ الحقيقة أنه إحنا والأستاذ بيير مكرزل على مدى 10 سنوات عملنا مع بعض في العديد من اللقاءات، واليوم بختمها الأخ بيير على مستوى السياحة، هو ببدأها على مستوى السياحة الحقيقة في موضوع تكريم المؤسسات المتميزة، وهذا اللي بنصبه له إحنا جميعا في العالم العربي، موضوع نشر المعرفة ومشروع موضوع تكريم المتميزين وموضوع العمل على إيجاد فرص حقيقية للتعارف بين المتميزين والمبدعين في العالم العربي. وفي كلمة أخيرة بتحب تضيفها في هالمناسبة؟ والله إحنا على مدى 10 سنوات كل يوم إحنا قاعدين في المنظمة بشكل عام وتتويج أيضا، بنعمل بشكل رئيسي على إيجاد الفرص الحقيقية للتعارف بالعالم العربي وتكريم المتميزين، فأنا أعتقد أنه إن شاء الله القادم إن شاء الله راح يكون كمان في شيء كثير بإذن الله تعالى. إن شاء الله، وشكرا.